بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين قناة المزرعة. النهاردة الخميس من داخل سوق أبوير، هنخش نعمل تقرير بأسعار العيول اللحمة. يا جماعة صلوا على سيدنا النبي ودعمونا بلايك. خش نشوفوا الأسعار النهاردة في عيول اللحم. طبعا احنا بنقايس على الثلاثة يا جماعة عشان الثلاثة ده أكبر سوق على مستوى محافظة أسوان. يعني ازيك يا عمي؟ صباح الفل. كم صلاة النبي الاثنين دولا؟ 112 دولا يا جماعة. صلاة النبي ب 112 دولا. صلاة النبي تبارك الله ب 112 يا جماعة. السلام عليكم، منورين عرب، منورين والله. كل عام وانتم بخير. منور عن بحر. الله يوسع عليك يا رب. كامل الاثنين دول عن بحر ب 110 دول يا جماعه. صورتهم الاثنين دول، دول ب 110 يا جماعه. صل على النبي ب 110 دول يا جماعه. صلاة النبي. كسرين حاجه حي؟ واحد كسر جوز واحد لبان يا جماعه. صلاة النبي. كسرين دول حي؟ صل على النبي. كم صلاة النبي معلم؟ 107 ونص يا جماعة. الصلاة على النبي. كسرين الاثنين؟ ايوه. الصلاة على النبي، 107 ونص كسرين يا جماعة. كم عمدتنا دي؟ كم صلاة النبي؟ الصلاة على النبي تبارك الله. دول 107 ونص. الصلاة على النبي تبارك الله. قول لنا يا عم العجل الحلو ده كاسر ولا؟ يا عمدة كاسر ولا ده؟ لا الثاني اللي كاسر. كام الاثنين مع بعض؟ صلاة النبي. عجلين لحمة حلوين دول ب 108. 108 يا جماعة. اللهم صل على النبي. سوق أبوير يا جماعة من الأيام دي وطالع هتلاقي عيول اللحمة كثيرة. هتلاقي عيول اللحمة كثيرة. كام دول يا عمدة؟ 114 يا حبيبي. الاثنين دول؟ أيوة. واللي هناك؟ معلم دول ب 100. دول ب 114 يا جماعة. هم كسرين يا معلم؟ والثاني ذي مش تبعك. الله يوسع عليك يا عم. كام عمدة ده؟ 48. 48 48. كام يا حج صلاة النبي؟ 52 دقيقة. كاسر يا حج؟ كاسر جوز. الصلاة على النبي. كام التليفون لو حد عايز له حاجة؟ 00 98 68 00. في حاجة ثانية في الحوش؟ في حاجة. الله يوسع عليك يا ساتر يا ساتر يا ساتر. رقم الشركة يا ساتر. خدنا رقم الشركة. الصلاة على النبي. تعال هنا بص عندك كم اللي هناك ده. كاسر كاسر جوز دي. صلاة النبي. كام وين العيول مالها هايل كده مرة واحدة؟ كام ده حي؟ اطلع يا اطلع اطلع اطلع. صلاة النبي تبارك الله. صلاة النبي. نبي الحتة دي العيول كلها كده قامت مرة واحدة. شوف العيد الاحمر ده عيد حلو. كام عمدة صلاة النبي؟ صباح الفل الاول. سنه وين؟ جوز. جوز يا جماعة 58. 58 جوز. صلاة النبي. بصوا العيول شغالة تعمل ايه؟ 58 العيول. كسر جوز. ازيك يا معلم؟ ايه سنه ديه؟ كام صلاة النبي؟ جوز يا جماعة ب 66 ونص. ده كاسر جوز ب 66 ونص. صلاة النبي تبارك الله. صلاة النبي تبارك الله. صلاة النبي تبارك الله. صلاة النبي تبارك الله. تمام يا عمد رمزي. تمام. الله
تبارك الله. توكل يا عم منصور. ما شاء الله. ايوه انا فاهم يا حاج، بالصلاه على النبي تبارك. صباح الفل يا عمده، داخلين على الموسم وكل عام وانتم بخير. الله يوسع عليك شغلتك العجول. عايز رقم تليفون حد عايز له عجله، حد عايز له عزبه. تمام الله يوسع. كامل رقم معلم 011-55-55-38-29-29-32. اسمي كريم معلم محسن. فين علوانه معلم؟ نصر النوب. احسن ناس يا عم، بالصلاه على النبي تبارك الله. كم الفصال فيهم الاثنين دول؟ لا دول فلوس. فلوس كم؟ 202. 202 صلاة النبي. سنه ويعني كده؟ مجاوز. ازيك يا عمي؟ ازيك يا باشا؟ يا اخي انت معك اتقل عجل ما شاء الله في السوق، ما تسيب تليفونك لو حد عزله عجل ثقيل. اهو تليفوني، خذ تليفوني انا. انا اخذت رقم تليفون معلم محسن معك؟ لله معي انا لله. كم التليفون؟ طيب 201. الله وكيل. 201 صادق؟ مجاوز. كم التليفون لو حد عزله عجل ثقيل؟ 3-3-5-2-4-8-0. في عزب ولا عيول بس؟ لا عيول، ابي تقرف في الذكور بس. عيول بس، العجل الثقيل يا جماعه مع المعلم. الصلاة على النبي. 201 يا جماعة، عجلين بسم الله ما شاء الله تبارك الله. والله يا اخي معلم محسن اسمه رايد. اسمه خالد. معلم خالد. معلم خالد يا جماعة مع العجل الثقيل في السوق حتى في ضراوة يعني، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على النبي على المرعى يا جماعة. الله اكبر يا جماعة، الله اكبر. الصلاة على النبي. هنا العصاية. هنا العصاية. 201. متواجد عزب عندك يا معلم محسن؟ ايه الاسعار بتبدا من كام فيها؟ اللحم فوق الستينات. فوق الستينات؟ يعني لو حد عايز له حاجه دوره ما يلاقيش. ايوه بس مش هتخلص معاه لحم زي ما عايز. يعني عجب اللحم فوق الستينات. فوق الستينات. كاس المجاوز بالذات بيمسك سعر على البيت. ايوه تمام. بس برضه الواحد عايز له حاجه 45 50 فيه، بس على كده. ايوه. يبقى فيها بكام؟ لا في القلعة اللي هي الدور ده بيكون بيوقع فيه اللحم غالي. فوق ال 400. فوق ال 400؟ الصافي. الله يوسع عليك معلم محسن، كل عام وانت بخير يا باشا. هذا يا جماعه المال الطيب ما شاء الله تبارك الله. يلا نشرب الشاي. خلصوا يا حاج؟ خلصوا. كم صرف؟ 68 ونص. كم دينا شويه؟ دينا 25. عندي ما فقريات. هي هي ثاني فقريات. 2000 و اوعى يا عم علي عالدين. قلت لها شاي. صلاة النبي تبارك الله ما شاء الله. 68 ونص معاك الاحمر ده معلم. ايوه. كم صلاة النبي؟ 120 ل 80 الا 500. 80 الا 500 سنه على كده مكسرش. لبان يا جماعه مكسرش. 79 ونص يعني بيع الشراء فيه. 79 ونص صلاة النبي تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. كم اخذ التليفون لحد عزل عجل الضحية والعزبة؟ عندك عزب؟ عندي. كم التليفون؟ 012-012-7-5-2-3 5-2-3 80-20. اسم الكريم؟ محمد عبد السلام. من فين؟ فارس. فين معلم؟ من فارس. فارس احسن ناس يا عم. تحياتنا يا عم الناس فارس كلها والله. الله يوسع عليك يا عم، تحياتنا ليكم والله. الله يبارك فيك. هذا يا جماعة ب 80 الا 500. الابيض معاك برضه معلم؟ الله بيطبعوه هناك 68. انا سامع 68. كم عرب العجل ده يا صلاة النبي؟ كم العجل ده؟ 66. ايه سنه على كده؟ 66 ونص. 66 و66 ونص. 66 ونص. من عندنا من البلد. سنه ايه؟ سنه ايه؟ كسر الأربعة. كسر الأربعة؟ صلاة النبي يا عم. حاضر يا معلم. حتى لو جيت أبان. حبيبة معلم الله يوسع. يا أخي صادق والله باين يا أخي على الوجوه يا أخي. الله يوسع عليك. 66 ونص يا جماعة. تبارك الله ما شاء الله. النهاردة سوق أبوير يا جماعة طارح في عيون اللحم صراحة، يعني سوق أبوير طارح في عيون اللحم صلاة النبي تبارك الله. معاك دول يا حاج؟ الصلاة على النبي. قول لي سعرهم بس.
عاد السلام عليكم. 66.5 بس حدك العجل مصنع، حدك العجل اللحم مصنع دنا، حدوه لك انت مصنع دنا، روح حدوه لك حط دقة يا شواد ليه بحتوها العجلة؟ ده كان تقرير خفيف يا جماعه من داخل سوق عيون اللحم. لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بلايك، والناس اللي داخله جديد تشترك معنا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.